ما بعد أبطال المقاومة الجنوبية خريجين الدفعة الخامسة مستجدين في هذا اليوم سطرتم أروع ملاحم التدريبية وستكونون يوم غدا في جبهات القتال تسطرون أروع الملاحم وأروع الاقتحامات ضد قوات الاحتلال اليمني والتمدد الحوثي. نحن في هذا اليوم نشكر طاقم التدريب وقيادة جناح التدريب على الجهود الذي بذلونها من أجل تخرجكم في هذا الظرف العصيب الذي نخوض فيه حرب شرسة مع قوات الاحتلال اليمني والتمدد الحوثي الغاشم الذي قاموا باحتلال الجنوب مرة أخرى. في هذا اليوم أنتم تقدمون رسالة لشعب الجنوب الحر بأننا قادرون على انتزاع حريتنا بأيدينا وبقوة السلاح، وإنها لثورة حتى النصر إن شاء الله تعالى. أبطال المقاومة الجنوبية، أنكم في هذا الميدان وأنكم تقدمون كل ما تملكون من قوى لاستئصال هذا الاحتلال اليمني والتمدد الحوثي. أبطال المقاومة الجنوبية في هذه الدورة الخامسة للمستجدين وفي هذا المعسكر، معسكر صاعقة الذي قد خرجت منه أربع سرايا قبلكم وسرية صاعقة، أنكم تسطرون الملاحم وأنتم نواة الجيش الجنوبي الحر إن شاء الله تعالى.